للبطولة قصص وقصص بتنحكى لما بتجف الدمعة وبتتعالى على الأوجاع والآهات اللي بتصرخ بكل مكان حولنا وسط الدمار، بس بيبقى صوت الإنسانية أعلى وصوت الحب بيتغلب على كل المآسي يلي بتجمعنا. أيادي كتيرة ذكرتنا أنه فطرة الإنسان هي للخير، ومنها إيد رجل الدفاع المدني اللبناني علي صف الدين اللي بيحضر كل مرة تدعي فيها الحاجة وبيكون قادر. علي فرحه بإنقاذ الآخرين يغالب دمعته الحيرانة بين الفرح ووجع المشهد. نسمع علي سوا. أنت شلت بنتك بحرب تموز؟ صح، أنا أين بنتي بشقة في حرب تموز، وأين بنتي كمان تنصريب بانفجار المرفأ 15 ساعة تحت الأنقاض إمتى طيبة كمان؟ وهلأ؟ ولا أمنا اثنين، مرة وابنه بعد 5 أيام. اسم الكريم؟ علي صفي الدين، دفاع مدني لبنان. هالموقف الإنساني من المنقذ بالدفاع المدني اللبناني لا ردود فعل بتحييه وبتحيي شجاعته على كل مواقع التواصل الاجتماعي. هاشتاج بطل من لبنان انتشر بسرعة وأجمعت التعليقات على الدعاء له بالخير. حساب جان إفلين قال: يا الله على كمية الحب والتعاطف والشهامة بعد هاي الكارثة، صار لنا سنين ما شفنا هيك شيء، وصدق ربنا لما قال عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ربا قالت: نحن شعب واحد بكل منطقة، هدول ملايكة من ربنا على الأرض المنقذين. أما غريس النوص فقالت: المصائب قد تتحول لأعظم عطاء بالعالم أو بتحولك لوحش، أنت بتختار. ووسط هول المأساة اللي بتتكشف تفاصيلها يوم بعد يوم، تزداد الدعوات المساعدة بتجاوز تبعات الزلزال والتبرع للناجين، ولا سيما الأطفال، خصوصا من فقدوا أهاليهم بهالكارثة. ولاعب كرة القدم النجم ليونيل ميسي نشر على حسابه دعوة لمساعدة اليونيسف بحملتها بدعم الأطفال، وميسي غرد وقال إن هذه أيام حزينة لآلاف الأطفال وعائلاتهم الذين تأثروا بفعل الزلزال، وأضاف أن قلبه معهم، مشيرا لليونيسف وحملتها التي تعمل في المناطق المنكوبة واصفا إياها بالقيمة. وسط الفيديوهات المنتشرة على السوشيال ميديا انتشرت بعض المقاطع لكلاب تستخدم بعمليات الإنقاذ وبتساعد المنقذين بانتشال العديد من الجثث. بعض الفيديوهات المنتشرة كانت لفرقة K9 التابعة للوحدة المختصة للحماية المدنية التونسية ضمن عمليات البحث والإنقاذ اللي أجراها الفريق التونسي للإنقاذ بالمدن السورية والتركية في الأيام القليلة الماضية. ولنحكي أكثر عن اللي بيعرضوا أنفسهم للخطر لإنقاذ متضرري الزلزال وقصص التضحية اللي بترافقها، معنا من بيروت منصور سرور، مدير العمليات بالدفاع المدني اللبناني. أهلا فيك. شو اللي ممكن يحرك أي شخص برأيك للمغامرة بحياته لإنقاذ الآخرين؟ عم تسمعنا؟ أول شيء مساء الخير. مساء الخير للمشاهدين والمستمعين. وقت بدنا نحكي مغامرة بنكون عم نبالغ. نحن نحكي تقديم المساعدة والتضحية والحس الإنسانية يلي بيقوموا فيه بجهاز الدفاع المدني. هيدا اللي بيخليك إنه تجاه خيك الإنسان تتدخلي بعمليات إغاثته للمحافظة على حياته. طيب، هل عمليات الإنقاذ بتعطي الأمل بالعثور على المزيد من الناجين، وخاصة أنه صرنا أكثر من أسبوع اليوم على الزلزال؟ هلأ الأمل أنه نلاقي أو يلاقوا، نحن اليوم من الناس يلي اشتغل أول ناس وصلنا إمنا بعمليات إغاثة وأنقاذ وبحث وأنقاذ، انتشلنا أحياء وانتشلنا ضحايا وجثث. الأمل بيضل على طول كبير، لأنه
اجمالا 7 ايام احتمال نلاقي اشخاص بعدها طيبه، بس بحاله صارت انحلال للقوى، يمكن شوي كمان التركيز بيكون ما عاد مثل ما هو بالاول، يعني بطلت الحيويه بهذا الانسان، بس ممكن نلاقيه يكون بعده طيب. هذا اللي بيخلي تكون السرعه بعمليه البحث والانقاذ تكون دقيقه وسريعه. يعني نظريا المدة الزمنية للبقاء على قيد الحياة بظروف مثل اللي شفناها هي 7 أيام، ولا هل ممكن مثل ما عم نشوف حدوث معجزات بخروج أشخاص بعد فترات أطول؟ نحن دائما الأمل أنه لو طالت المدة أنه نلاقي أحياء، ودائما نحن نصبو بالتفتيش والبحث على انه نلاقي. هلا كان متوفي وبدنا نسحب جثه، او اذا كان بعده طيب، بس احنا دائما بنشتغل على الامل انه نضلنا نلاقي احياء بعدهم، يعني شو يعني عم يجربوا يضلوا على قيد الحياه. من بيروت منصور سرور مدير العمليات في الدفاع المدني اللبناني، شكرا لك.